توضيحا لبعض النقاط. لا هجوم ولا رد، فقط تسليط ضوء على بعض النقاط. اختلط الحابل بالنابل، وأصبح مفهوم الحلال والحرام غامض، واتهم الأبرياء بما في أنفس المتهمين. الحقائق الكلانية لا تقبل التجزئة نهائيا. الحقيقة واحدة في الجميع. بدنا نفرق من خلال حس التمييز السليم عنا بين الحكيم ورجل الدين والساحر أو المشعوذ أو رجل العلم. كلهم بالظاهر هيكل إنسان، أما بيفرق مقدار استخدام الدماغ بأي طبقة بأي مستوى. فكان الحكيم هو إنسان مثلينا مثلي، بيستخدم كل طبقات أجسامه الباطنية المادية والأثيرية والعاطفية والعقلية لربطها بالمحبة الإلهية، فيكون قدره رسالة على الأرض وروحه مظهر إلهي، أي وكأنه عم يظهر القدرة الإلهية من خلال توازنه بالمقامات كافة. هذا الحكيم هو عبارة عن إنسان عم يطبق بدقة نظم الكون الدقيقة بين جوهر الدين وجوهر العلم. رجل الدين عبارة عن إنسان منتسب لمذهب أو مدرسة دينية معينة عم يلتزم بشروطها، كثير من الأحيان عم يفسر أو بيفسروا له على حسب تفسيراتهم المجعولة أي الضيقة، فبيطبق بمستوى معين عقائدي بعض التعاليم، وبيسكن نفسه بطقوس معينة للرد على الألم الناتج عن خرق القانون. الحكماء عادة ما بيخرقوا القوانين، يلتزمون من دواخلهم من ذاتهم بقوانين الحلال والحرام، وبيسافروا في درجات التعاليم بشكل طبيعي. هم مسافرين منشان تعلم دقائق القوانين للالتزام فيها، دقائق القوانين أي نظام العقل الكلي العقل الكوني. رجال الدين عم بيكونوا بمستوى معين مطبقين، عسى أن يكون الدين عندهم المعاملة. عم نلاحظ أنه في تشيطن بالعلماء ورجال الدين، علماء الماديين ورجال الدين من الناحية الأخلاقية بسبب تفسيرات هوائية لكثير من القضايا العلمية أو الدينية. هذا التطرف المادي أو الغيبي المثالي. الحكماء متوازنين يعتبروا موحدين بين الطرفين، أما باقي ما تبقى عم نلاحظ هم أساس الفلتان والبلاء على الأرض. وهالناس اللي تابعة للعلماء أو رجال الدين عم بيكونوا عبارة عن تبع مسحورون. ليش؟ لأنه السحر هو التطرف بأي مقام، بيؤدي للإنسان أنه ينسحر بهذا التطرف. بيسحرك الإنسان المادي بتطرفه، بيسحرك الإنسان العقائدي بتطرفه، يعني بيسحرك وكأنه عملية غسل دماغ. الداعشية منين إجت؟ من غسل أدمغة بعض اللي سلموا أنفسهم لكيانات مش عارفين شو في وراها. وهي الكيانات يبدو معها قوة شيطانية. الشيطاني هي إخفاء الحقيقة، هي الكذب، هي الدجل، هي التدليس. فهذا الإخفاء بيحاول يقنعك بشيء مستقبلي بيوعدك فيه، وكأنه الجني بالحور العين على حسب التفسير المعني المقيد المحدود. فهذا التطرف هو عبارة عن برمجة دماغية عم بيؤدي لويلات على الإنسانية. الحكماء نظام آخر تماما، يحترمون العلماء، يحترمون رجال الدين، يحترمون
كل الوجود وينطلقون من أنفسهم. يحذرون من إباحيات الآلهة العقائدية المزعومة باسم الروحانية مثلا، يحذرون من تفكيك الأسر والروابط الأسرية نتيجة الاختراقات المادية أو الأثيرية أو العاطفية أو حتى العقائدية العقلية لنظام الأسرة الواحد، باختراق الأسرة من خلال الفيروسات الشيطانية. شو يعني فيروس شيطاني؟ يعني هو معلومة محرفة عن الحقيقة. يعني كلمة شيطاني لا تعني الفكرة الدينية إنه كيان معين مستقل عنها، هي عبارة عن معلومة سلبية عم تبرمج الكيان الإنساني بمستوى معين. فأكثر شيء الآن منتشر على المحطات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي معلومات سلبية. هذه المعلومات منلاحظ إنها بتدخل للاوعي الفردي، بتسبب للإنسان قلق، تعكر مزاج كبير، خوف، هوس، ضيق، ضجر، ملل، كآبة، مسلوب طاقته، مسلوب حيويته، مش عارف شو بده يساوي، طبيعي ما يتوفق بأي شيء، طبيعي يكون كاره، حاقد، حاسد، طبيعي ينظر للآخرين وكأنه أعداء له. ليه؟ لأن الشيطان أو العدو بداخل نفسه. هي مزروع باللاوعي. هي اللاوعي بيتحكم بدماغنا، بوجودنا بنسبة تفوق 95%، باقي ما تبقى ضمن وعينا.